السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، حياكم الله في مقطع جديد ومقطع ضخم ومقطع كاشخ ومقطع أي شيء. المهم في هذا المقطع راح نتحدث عن لعبة GTA Online Grand Theft Auto Online The Diamond Casino Heist، أضخم عملية سطو قادمة للعبة GTA Online خلال الأسبوع القادم بعد ما شفنا العرض التشويقي اللي كان قبل يومين، اوكي، لتحديث شهر ديسمبر، وهو تحديث ضخم على حسب المعلومات الحاليه، فانها الامور راح تصير شيء ثاني. المهم اليوم كشفنا تفاصيل عن التحديث وراح نتكلم عنها في هذا المقطع. روكستار تكشف اليوم عن موعد اطلاق تحديث ذا دايموند كازينو هايست الذي سيصل الى جميع اللاعبين على جميع المنصات اللي فيها الجي تي اي، طبعا في نفس الوقت وبشكل مجاني بالكامل في يوم الخميس القادم 12 ديسمبر، حيث سيخوض اللاعبين تجربه جديده من تجارب السطو، حيث وصفتها روكستار بانها العمليه الاجراميه الكبرى والاكثر جراه والاكثر تعقيدا التي تضرب لوس سانتوس. على الإطلاق سوف تتسلل إلى داخل واحدة من أضخم المنشآت الترفيهية في هذه المنطقة، والتي من الواضح أنها سوف تكون سهلة، والهدف من الوصول إلى القبو والحصول على كل الممتلكات والانتقام من عائلة دوغون. وحسب وصف روكستر للعملية الجديدة يقول لك أبلغ الزوار عن رؤية دوريات أمنية غير عادية على أرض الكازينو، يعني في دوريات وفي ربشة مثل ما نقول بالعماني، ويتلقى أصحاب البنت هاوس رسائل نصية خفية من شركة تشينغ فاميلي هولدينغز. وبالتزامن مع ذلك رصد المطلعين مخططات غير مألوفة على مكتب أغاثا بيكر وزوار موقع الويب الخاص بهم، على يقين من أن الاقتحامات هناك سوف يتمكن أن تعني هذه الاقتحامات أو هذه الأشياء المألوفة، يعني تدل أن راح يصير هناك في اقتحامات في الكازينو، ويمكن أن تعني أشياء أخرى. هناك جماعة تستعد لتدمير كل شيء، يعني الحين صارت كازينو مستهدف بشكل كبير وفي هجمات راح تصير، وعشان كذا صايرة شوية العائلة تشينغ مرتبكين، فالجماعة يستعدوا حق هذه الهجمة. ووصفت روكستار انه من اجل التخطيط الاكبر لعملية سرقة كبرى ستشهد لوس سانتوس على الاطلاق شيء كبير، وسيحتاج قادة الطاقم الى انشاء مشروع تجاري جديد غير متوقع كواجهة للتمويه، يعني راح يصير هناك في شيء من التمويه في خدع يعني كذا من هذا الشيء. وبشكل اكثر تحديدا يمكنك القيام باعداد مشروع تجاري مثل محطة الالعاب الاركيد القديمة، والتي ستكون بمثابة نقطة لانطلاق لعملية السرقة الخاصة بك. يبدو اننا سنحصل على تجربة جديدة وعميقة لواحدة من اضخم عمليات السطو من خلال تحديث The Diamond Casino Heist، ونتوقع ان يكون هناك العديد من المركبات والاسلحة الجديدة التي سوف تتوفر مع هذا التحديث، لذلك نتوقع ان يكون هناك المزيد من التفاصيل القادمة خلال الايام القادمة. طبعا هذا الشيء راح يصادف اللي هو الحفلات عندهم، اوكي، في حفلات خلال هذا الشهر راح تصير معاهم، فلذلك يكون في استعداد. طبعا حضور الثلج راح يكون شيء اكيد، راح يكون في ثلج وراح يكون في هدايا وراح يكون في امور كثيرة مع هذا التحديث، وفي نفس الوقت سطو سيارات جديدة، ويلا راح احنا ننتظر هذا التحديث بفارغ صبر، بس يحتاج انه يكون التمويل او تكون المبالغ عندك متوفرة يعني بشكل كبير. يعني يمكن التحديثات السابقة كانت تكلف على اكثر من 25 مليون، فاتوقع انك لازم يكون عندك هذا المبلغ. طبعا انت لما تبدأ شيء يمكن راح يكلفك 5 مليون او 4 مليون، بس مثل ما تقول المحتوى اللي راح يحتوي، اذا كان في سيارات وفي سيارات حربية وفي طيارات جديدة، فيحتاج انك توفر مبالغ كبيرة لهذا الشيء. شكرا لكم على حسن المتابعة، وان شاء الله حين ظهور اي اخبار عن التحديث راح نوافيكم اول باول. هذا المقطع كبداية لتحديث شهر ديسمبر وتحديث نهاية سنة 2019، وكذلك تحديث اللي راح يكون في نهاية السنة، فتوقع هناك المزيد من الأخبار القادمة قبل يوم 12 ديسمبر. طبعا منه أنه صورة اللاستر ظهرت في المقطع الأخير للترويج لهذا التحديث، فدائما ما وراء لاستر إلا المهام
مهام السرقات ومهام البلاوي اللي يعملها. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم في مقطع جديد. أتمنى أنك تعملنا لايك إذا عجبك المقطع، أتمنى أنك تنشر المقطع مع الأصحاب، فإذا كنت لسه مشتركا معنا فأتمنى أنك تشترك. أنا معكم حميد فوكس من قناة عمان بلاتون، نلقاكم في مقطع آخر، حياكم الله.